مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، انتم وفي قناه الشروق تي في وبرنامج لايف المشاهير. طبعا كما عرفتوا دائما ومن خلال كل الاعداد نقدم لكم اهم اخبار الفنانين الممثلين والشخصيات المعروفه اللي تحبوها وتتبعوها. واليوم راني سعيده جدا انه رايحه نقدم البرنامج ونتقاسم تقديمه مع زميلي امين زهري. نقول مساء الخير. مساء الخير زميلتي كرام، وانا اسعد بلقائك ولقاء مشاهدينا وفي قناه الشروق وفي برنامج لايف المشاهير اللي راهم في المكان والوقت المناسبين باش يدوا اهم اخبار الساحه الفنيه. واش حضرنا نهار اليوم؟ نروحوا نكتشفوا في هذا العناوين. رسميا أسامة قبي يعلن بنات المحروسة مسلسله الرمضانية على الشروق تي في رمضان ومستغني من معرض الشارقة. السوشيال ميديا قطعت نفسي طويل في الكتابة. حصري انفصال يجمع خالد بن عيسى، هيفا رحيم ومنى الغربي في رمضان، وعودة نادية بارود للتمثيل بعد 14 سنة غياب. أحمد مجدي: خذيت الحنية والصلابة من أصول الجزائرية، أمنية نزور صحراء الجزائر، وأول فيلم عملته هو أهم عمل في مسيرتي. رضوان حسين: تكريمي في تركيا أهديه للراحل علي فضيلة، وطبعة مزامير داود هذا العام هي أقوى طبعة مرت في تاريخ البرنامج. وفي مشاهير وود: الشامي يشوق جمهوره بأغنية دكتور، أصليهان غوربوز رسميا في كاست إذا خسر الملك، ولعشاق الكاي دراما تأكد مشاركة الممثل جونغ هويون في هذا الفيلم. يلا مشاهدينا، وكما تعودتوا وكما عرفتوا دائما بعض الاخبار الخفيفه والسريعه اللي راهي في الوسط الفني وحتى مواقع التواصل الاجتماعي راح تشوفوها مع بعض في كويك المشاهير. في ستوري ليه وبعد سؤاله عن جديده لرمضان، المخرج أسامة قبي يعلن عن العمل الدرامي بنات المحروسة الذي سيدخل السباق الرمضاني ضمن شبكة الشروق تي في. العمل سيضم ثلة من النجوم على غرار عبد القادر جريوم، محمد خساني، عزيز بكروني وأكرم جغيم، وسيتم الإعلان عن باقي الأسماء لاحقا عبر برنامج لايف المشاهير. في لقاء مع الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي خلال جلسة حوارية عقدت تحت عنوان هل وسائل التواصل تخدم الإبداع أم تختاله، أعربت مستغانمي عن سعادتها بالمحبة الكبيرة اللي كسبتها من جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. العمل الدرامي منعرجات الحياة تيويزي نيوارس باللغة الأمازيغية واللهجة الشوية سيضم عدة نجوم على غرار النوي لبنى، ليديا العريني، كمال زرارة، علي جبارة، سعاد خلفاوي، ومبروك فروجي وغيرهم. سيدخل السباق الرمضاني ضمن شبكة البرامجية لقنوات التلفزيون الجزائري، سيكون من إخراج مهدي عبد الحق والقصة لمسعود أحجيرة، ومن المنتظر أن ينطلق التصوير في الأيام القليلة القادمة. يلا مشاهدينا الكرام، كما كنتوا شفتوا في عدد أمس كان أعلن وانفرد برنامج لايف المشاهير بأسماء أبطال المسلسل ومسلسل بنات المحروسة لمخرجه أسامة قبي، واللي راح يكون أو يعرض على قناة الشروق تي في خلال شهر رمضان لسنة 2025. وكل عدد زميلتي الكرام، برنامج لايف المشاهير هو المصدر لهذه الأخبار الجديدة والحصرية. اليوم راح نعلنوا على مسلسل درامي آخر سيبث عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري، كانت صفحة نقلت اسم مبدئي وهو تقرير، ولكن هنا في برنامجنا نقول لكم أنه الاسم الأقرب بنسبة أكثر من 90% أنه يحمل هذا العمل هو انفصال. انفصال هو المسلسل إن شاء الله اللي راح نشوفه في شبكة البرامجية الرمضانية لسنة 2025، راح يكونوا العديد من الأبطال فيه. كذلك ما المسلسل نقدر نقوله أنه راح يبدأ تصويره في غضون الأيام القليلة المقبلة بمشاركة العديد من الممثلين اللي راح كذلك يؤديوا دور البطولة وأدوار رئيسية مختلفة. وإحنا نشوفه في هذه الصورة زميلتي إكرام، نشوفه
أسماء مثل ممثل خالد بن عيسى، منال الغربي، عثمان بن داود، ليديا شبوط وهيفا رحيم. هيفا رحيم اللي راح تكون في دور رئيسي هي الأخرى، أما منال الغربي فراح تسجل عودتها بعد ورد أسود اللي كان بوت على قناة الشروق تي في. العمل زميتي إكرام هو من إخراج المخرج يوسف محساس، واللي كان عرفوا الجمهور ولا عرف اللمسة دياله الإخراجية في بنت البلاد عفوا الموسم الأول من العمل. أما المفاجأة أو المعلومة الحصرية اللي راح نقولها لكم اليوم في برنامج لايف المشاهير، أن نادية بارود أو الفنانة نادية بارود وبعد 14 سنة من الغياب راح تتواجد في هذا المسلسل. الفنانة هي زميلتي إكرام مغنية وممثلة، والجمهور حب لها بزاف الأعمال القديمة ديالها، آخر ظهور لها كان منذ 14 سنة. كذلك زميلتي إكرام من أبطال العمل الممثلة عادلة بن ديمراد، نبال بن والا، نوال قدودو وغيرهم. أما عن الوجوه الجديدة وكما عودنا يوسف محساس بأنه يمد لهم فرصة، هذه المرة جابوا وجوه جديدة مد لهم فرصة مشي فقط في التمثيل لكن كذلك أدوار رئيسية اللي راح يكون من نصيب ريتاج عبد الله وهشام بن ميرا. يعني نقدر نقول أنه راهن على وجوه جديدة بأنها تكون عندها أدوار رئيسية وحطها في تحدي. نقدر نعلنوا على بقية الأدوار زميلتي إكرام، هذه دوار أيوب عمريش، محمد بن داود، نجيب بوسواليم، كاتيا حاج مسعود، فيصل قاصد علي، وسيم اللي كان نعرفه الناس في دار الفشوش، ميكا، وحتى الفنانة القديرة عايدك شودة. إذن كانوا هذو كل المعلومات الحصرية واللي انفردنا بهم اليوم احنا مشاهدينا الكرام تزامنا وشهر رمضان اللي راهو على الأبواب إن شاء الله. مسلسل انفصال اللي كان نقبل اسمه تقرير لكن بدلوا له الاسم ديالو، يعني هذا اسم الرسمي ديالو ولا العنوان الرسمي ديالو. انفردنا كذلك اليوم بأسماء الأبطال والوجوه الجديدة اللي راح تشارك في انتظار أعمال أخرى إن شاء الله، وسيناريو آخر نقدر نقوله راحين عنه عليه في الأيام المقبلة والأعداد المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. ويبقى برنامج لايف المشاهير هو المصدر للخبر الحصري والمعلومة الموثوقة. يلا نكملوا في برنامجنا مشاهدينا الكرام ونروحوا وبعد الحصري هذا إلى المهرجان اللي تكلمنا عليه خلال الأسبوع في برنامج لايف المشاهير، وهو المهرجان الوطني للمونولوج والفنون المسرحية اللي كان أقيم بتندو. فالكثير من الجوائز كانت وزعت في هذا المهرجان. خلينا نبدأ نذكر بعض الجوائز من المهرجان. الجائزة الأولى العرض المتوج بالجائزة الكبرى اللي هي الجائزة الكبرى للمهرجان، أحسن عرض متكامل مونودراما اليوم الآخر لفرقة فرح للمسرح والفنون من ولاية أم بواقي. جائزة أحسن أداء رجالي عادت للممثل الأمين مول خلوى عن مونودراما ثور لجمعية النسور والمسرح من ولاية تندوفة. أما جائزة أحسن أداء نسائي للممثلة شاهيناز دربال عن مونودراما اليوم الأخير لفرقة فرح للمسرح والفنون من ولاية أم بواقي. دائما أحسن إخراج زميلتي إكرام، الجائزة راحت مناصفة للمخرج نور الدين كحيل عن مونودراما اليوم الأخير لفرقة مسرح والفنون من ولاية أم بواقي، وكذلك المناصفة مع المخرج سمير طلميني عن مونودراما ثور لجمعية النسور للمسرح ولاية تندوف أيضا. أما جائزة أحسن سينوغرافيا للسينوغرافيا شاهيناز أو سينوغرافيا عفوا شاهيناز دربال عن مونودراما اليوم الأخير لفرقة فرح للمسرح والفنون من ولاية أم بواقي. وجائزة التميز عادت للمخرج سمير طلميني عن مونودراما ثور لجمعية النسور مسرح ولاية تندوف. ونختم بجائزة أحسن نص زميلتي إكرام، فحجبت هذه الجائزة لغياب نصوص أصلية توافقها مع معايير كتابة المونودراما، لأنه بلك الأعمال اللي كانت حاضرة كانت مستندة إلى يعني نصوص أصلية لكتاب آخرين ماشي لواحد من المشاركين في هذا الأعمال. دونك هنيئاً لكل واحد كان نال جائزة من جوائز مهرجان المونولوج والفنون المسرحية اللي كان أقيم بتندوف وكان ناجح 100% وكانت كرمت فيه كذلك فيزياء تيكاتير، نقول لها ألف مبروك هي الأخرى وتستاهل هذا التكريم. لو نروحوا لتصريحاتنا لنهار اليوم، تصريحات العربية يعني مع ممثل مصري ذو أصول جزائرية أحمد مجدي، هذا الممثل اللي كان حاضر هنا بالجزائر وكانت لقت به زميلتنا هالة عيساني، وجستمون بما أنه عنده أصول جزائرية فكنا سقسيناه يعني عن الجانب الجزائري اللي فيه وعن طفولته، يعني لتفكروا دائما في الجانب الجزائري لأنه كان يجي عطل هنا للجزائر. وبحديثه عن الجانب الجزائري منه كما قال زميلتي إكرام أكيد تفكر طفولته وحكينا على بعض الحاجات اللي ميزت شخصيته في مرحلة الطفولة. تفاصيل أكثر في مايكروفون برنامجنا لايف المشاهير.
أحمد مجدي، مرحب بك في الجزائر اللي هي أصلا أحمد مجدي عنده أصول جزائرية، خواله احنا نقوله بالدرجة، والأم جزائرية. أيوة مظبوط. يعني أنا يعني نصفي الجزائري من أمي، يعني هو جزء كبير من تكويني، لأن أنا كمان في طفولتي كانت الصيف وأجازة الصيف اللي هي شهر، يعني كانت أمي تاخدنا أنا وإخواتي البنات ونيجي الجزائر نقعد، كنا بنقعد في زيرالدا طول الوقت. أنا على مستوى السياحة أنا مش معرفش الجزائر كويس، يعني أنا كنت منتظر أني أكبر شوية وابتدي أتحرك لوحدي، فابتدي أشوف الجزائر بعين جديدة وبعين يعني اللي هو الجزائري وبعين السينمائي. فسعيد أنه دلوقتي يعني أعتبر أن أنا بدأت هذه الرحلة، يعني بهذه الدعوة يعني الغالية على قلبي، يعني وأكتشف بقى العالم. وإلى الآن الحفاوة الحقيقة مش بس المهرجان اللي بشوفها في كل الناس، يعني وشوف ملامحي وملامح إخوالي وأولاد إخوالي في الناس، ليها قيمة كبيرة جوايا. ده بيطلع برضه. أيوة أكيد فيها حاجات تطلع. وش عندك من عقلية الجزائري في أحمد مجدي؟ الحقيقة أنا يعني ما أقدرش أدعي أن أنا أعرف العقلية الجزائرية بشكل حقيقي، يعني حاجة بالفطرة تكون في الإنسان. لكن اللي يبدو لي يعني المشترك هي الحنية مع الصلابة، ودي حاجة نادرة جدا. لأنه الجغرافيا الجزائرية تختلف كتير عن الجغرافيا المصرية. الجغرافيا المصرية هي السهول الخضراء أو الصفراء والنهر، يعني احنا الحاجات عندنا برضو بسيطة، ولكن في الجزائر التنوع ما بين ما هو أخضر وما هو جبلي وما هو ساحلي وما هو زراعي، هو التنوع ده بيعمل ثراء للشخصية الجزائرية بشكل عام ذكرها أو أنساها. فأظن أن أنا عندي جزء بسيط من يعني من هذا هذه التركيبة. أيوة بالضبط، هو في الجزء الآخر المصري اللي هو السهل البسيط الصبور ده. وأنا ننصحك لما قلت لي فيه تنوع كتير، أنا ننصحك تزور، لأنه الجزائر فيها الشمال في حاجة والشرق والغرب. حاليا أنا في الغرب الجزائري، أتمنى تكون شفت مناطق، وننصحك أيضا تروح تشوف الصحراء الجزائرية. أيوة كتير بينصحوني بموضوع الصحراء، وأنا عندي خطة يعني في القريب أشوف هعمل ده إزاي. أشكرك. أحمد مجدي شخصية رزينة هادية، بس اللي ما يعرفوش الكثير أنه أحمد مجدي لما كان في الصغر كان قبيح نقوله في ملتيرية شيء. والله يعني كل حد فينا فيه يعني جوانب مختلفة، يعني فهو ولكل مقام مقال. وأظن أنه يعني الشقاوة في الصغر لما تتحول درجة من الحكمة، يعني حكمة ما في الكبر بتبقى ليها يعني قيمة أهم. وأنا عمري ما كنت شيء قوي، يعني ما كنتش خطير، يعني ما كنتش بعمل حاجات خطيرة يعني. بس هو كان دايما يعني هي رحلة الهوية كمان، يعني لأن كمان إحنا في أبناء المدن الكبيرة بالذات، لما يبقى لي مثلا يعني أب حاجة وأم حاجة، وعلاقته في الحي اللي هو عايش فيه حاجة، والمدرسة اللي هو عايش فيها حاجة، وفي النادي وبينه وبين قرايبه، ففي كان موضوع الهوية ده كان في الصغر يعني كان لازم يعمل عيل شقي وصعب شوية، بس مش كتير يعني لحد نصف فترة المراهقة. زميلتي إكرام والمشاهدين كما عبنا أنه كل فنان لما طول به المسيرة الفنية يقدم عدة أعمال، ولكن من هذه الأعمال الكثيرة والعديدة يبقى هناك عمل مميز على بقية الأعمال الأخرى. أما على الأمور الخاصة والناس اللي تحب هذا الفنان تحب تعرف عليه أمور خاصة أو البرايفت كما كنا نقوله إحنا في برنامج لايف المشاهير، فهلا عيساني ما فوتتش الفرصة باش تسقسيها على عدة أمور راح نكتشفوها مع بعض وبعد راجعين. أعمال كثيرة سينمائية درامية إخراج، دايما كاين عمل هو الأقرب لقلب الفنان، أو خلينا نقوله هو اللي مد فيه إحساس كبير. وشنو هو أكثر عمل؟ هو أكثر حاجة أنا يعني فنياً
يعني بنشغل بيها هي صناعة فيلمي الأول، فيلمي الطويل الأول كتبته وأخرجته وصورته لأحد هناك، ده قعدت 4 سنين أعمله من 2014 ل 2018 إلى أن عرض. يعني هي دي التجربة يعني بالنسبة لي الأهم فنيا، لأنها كانت رحلة اكتشاف أكتر منها رحلة تحقق أو تنفيذ شيء أو مجرد تحقيق منتج فني يعني. وعلى هذا أنا بشتغل على فيلمي الثاني، وبحاول برضو أبقى بساهم كمنتج في بعض الأعمال النوعية تبقى مختلفة وليها أهمية، وهي برضو بتبقى قريبة إلى قلبي. وفي التمثيل تجارب كتير، أنا في المسلسلات يعني أكثرت في العمل، وفي السينما مقل شوية، ولكن دايما في حاجة في أي عمل واحد بيعمله أو أي شخصية واحد بيعملها بتسيب أثرها على الفنان، دايما في شيء. ومن الممثلين اللي مازال ما تعاملتش معهم وحاب يكون عندك دور معه؟ بص الحقيقة القائمة دي دايما بتتغير، يعني دايما ببدأ بأسماء وبعد شهور ألقل أسماء تانية، فهي القائمة دي الحقيقة قائمة عضوية جدا، لأنه ساعات هي بتتوقف على الحالة اللي أنا ببقى فيها أو الحالة اللي بيبقى الفنان اللي قدامي فيها، فما توقعينيش بقى في الغلط وتطلبي مني أسماء. ولكن الحقيقة ان انا يعني احترامي وتقديري للفنانين المصريين بالذات الممثلين، بشوف المجهودات والتحديات اللي بيمر بيها تحديات كبيرة، فلا طول الوقت في ناس الواحد يحب يشتغل معها صدقيني والله. خلاص ان شاء الله يكون في قلبك، ان شاء الله يكون هو. احمد مجدي، اخر سؤال قبل ما نختم معك. احمد مجدي نباتي رياضي ما يحبش يركب سيارة كتير؟ لا والله، بص انا كنت نباتي 14 سنة، وبعدين بقالي 3-4 سنين باكل كل حاجة عادي، وبحب السيارات وبحب الموتوسيكلات وبحب الحديد وبعمل كل حاجة. فلا هي ممكن موضوع النباتي كانت مرحلة مهمة في حياتي، كنت فيها بكتشف حاجات عن ذاتي، وكانت جزء منها رحلتي بنصح بيها الناس، وهي جزء من رحلتي في اليوجا. ولكن كل على حسب المرحلة اللي كل واحد فينا فيها بيحتاج يعمل حاجات معينة. فأنا دلوقتي في مرحلة أكتر فيها توازن في نظامي الغذائي، في علاقتي بالآخر، في علاقتي بنفسي، فعلى حسب المرحلة الواحد فيها. سعيد جدا أن أنا معاكم في هذه القناة الجميلة المحترمة اللذيذة، وأتمنى أن دايما أكون على تواصل ما بيني وما بين جمهوري اللي بكتشف طول الوقت أنه هو يعني مرحب ويعني وطيب وحنين عليا، وأتمنى يفضل هذا التواصل يكبر ويزيد. شكرا جدا جدا. يلا مشاهدينا، أما اتصال المسجل ديالنا ولنهار اليوم راح يكون من نصيب رضوان حسين. رضوان حسين اللي كانت كلمنا عن تكريمه وأمين في تركيا من طرف برنامج سواعد الإخاء، هذا البرنامج العريق اللي يجمع الكثير من شيوخ وكذلك خلينا نقولوا أنه العلماء وشيوخ الأمة كاملين قدروا نلقاهم في هذا البرنامج اللي كان كرم من خلاله رضوان حسين. صح، وكان لاقى نجاح كبير زميلتي الكرام في المواسم العديدة اللي كانت بثت عبر الشاشات خاصة في شهر رمضان. زميلنا رضوان حسين كذلك يتكلم على طبعة دولية من مزامير داود، هذا الإنتاج الضخم اللي يبث حصريا عبر شاشة العائلة قناة الشروق. تفاصيل أكثر في هذا الاتصال المسجل، ما تروحش بعيد. السلام عليكم، تحية لطاقم لايف المشاهير. الحمد لله، طبعا في تركيا في برنامج سواعد الإخاء تم تكريمي من طرف هذا البرنامج العريق، هذا البرنامج الكبير الذي يجمع ثلة من علماء الأمة مثل الشيخ النابلسي، الشيخ عمر عبد الكافي وغيرهم من العلماء الكبار الذين ننهل من علمهم. البرنامج عنده حوالي 13 سنة من الوجود. والله الحمد لله أني كنت وسط هؤلاء العلماء واستلمت منهم هذا التكريم وهذا التشجيع المعنوي. طبعا بعد
المسيرة مسيرة 13 عام من البرامج الدينية اللي قدمتها على قناة الشروق، وكانت فرصة لي أيضا من هذا التكريم أن أقدم هذا التكريم للأستاذ الراحل علي فضيل اللي يعني شجعني منذ البدايات ومنذ الانطلاقة، وشجعني منذ انطلاقة مسيرة مزامير داود إلى وقتنا الحالي. أما بالنسبة لمسابقة مزامير داود اللي انطلقت منذ حوالي 3 أسابيع في تصفيتها الأولية، الحمد لله لاقت رواجا كبيرا ومشاهدة كبيرة في الجزائر وخارج الجزائر، وإن شاء الله بإذن الله الحلقات المقبلة ستكون حلقات متميزة. وبالنسبة لي أنا هذه الطبعة هي أقوى طبعة مرت في تاريخ مزامير داود، الكثير من المفاجآت إن شاء الله تنتظر محبي هذا البرنامج. بالتوفيق لزميل رضوان حسين والكامل برامج وزملائنا في قناة الشروق. إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، أفلام الأنيميشن كانت دائما ما تصنع الجدل بالإيرادات الكبيرة والخيالية اللي تحققها، منافسة مع يعني إيرادات البوكس أوفيس والنجوم الكبار. وهذا العام 2024 كانت سنة فارقة في إنتاجات الأنيميشن The Wild Robot اللي كان دائما في مراتب متقدمة في ترتيب البوكس أوفيس. نروح نشوفه تقرير حول هذا الفيلم ورجع من إعدادك آمين. يلا مشاهدينا الكرام، راح يكون في جانفي او حنسجلوا في جانفي المقبل ان شاء الله عوده الجوي اووردز امين، هذا الحفل اللي راح يشهد طبعا تكريم البارعين في صناعه المسرح والسينما وكذا نجوم الغناء في العالم والعالم العربي. هذا اللقاء اللي كان مؤخرا يعني في الطبعه اللي فاتت كانت صنع ضجه كبيره بالاسماء اللي كانت حاضره، وكانت وبدا تصويت زميلتي اكرام لجوائز جوي اووردز 2025، وانتفاع عدد كبير من الجمهور مع تغريدة تركي الشيخ اللي شاركها خلال الساعات الماضية وأعلن فيها بدء مرحلة تصويت لأضخم حفل بالشرق الأوسط جوي 2025. أما الآن مشاهدينا رانا نشاهدوا كل هذه الصور أو صور الأعمال السورية المرشحة وجوائز أفضل مغنية أفضل أغنية أفضل دور رجالي وأفضل دور نسائي. نبدأ في فئة الأغنية المفضلة مرشحة لها سبب فرحتي لأصالة نصري وأحمد سعد، أما أمان أمان لأصالة نصري، كذلك صبرا للشامي ووين للشامي كذلك. كذلك زميلتي إكرام فئة الفنانة المفضلة والفنان المفضل أصالة نصري والشامي. نروحوا إلى فئة الممثل المفضل، بسام كوسا عن مال القبان، باسل خياط عن مسلسل نظرة حب، سلوم حداد عن العربجي 2، مهيار خضور على عأمل، ومحمد الأحمد عن مسلسل 2024، معتصم النهار عن لعبة حب. دائما في فئة الممثل المفضل، باسم ياخور عن مسلسل العربجي 2، تيم حسن عن مسلسل تاج، أيمن زيدان عن مسلسل العميل، عابد فهد عن مسلسل نقطة انتهى أو محمود، وكذلك محمود نصر عن مسلسل أولاد بديعة، وماكسيم خليل عن مسلسل ترتيب خاص. فئة الممثلة المفضلة زميلتي إكرام، عندنا في القائمة الممثلة القديرة منى واصف عن مسلسل أغمض عينيك، أمل عرفة عن مسلسل أغمض عينيك أيضا، ديما قندلفت عن مسلسل العربجي 2، وسلفة معمار عن أولاد بديعة، ونور علي عن مسلسل لعبة حب. أما فئة المسلسل المشرقي المفضل، مال القبان، ولاد بديعة، أغمض عينيك، العربجي 2، نقطة انتهى، وكسر عظم 2. وفئة الوجوه الجديدة تضم قائمة زيد البيروتي عن مسلسل أغمض عينيك وكان أدى دور جميل جدا كطفل مصاب بتوحد، جول لابار عن مسلسل تاج، أنس الشايب وبرهوم معراوي، كانت هذه الأسماء المرشحة لجائزة جوي أوردز 2025. إن شاء الله راح نكونوا مواكبين الحدث في برنامج لايف المشاهير، لكن الآن الحق ختام البرنامج للأسف، راح يلقاكم نيفين وأمين غدوة إن شاء الله في أخبار أخرى، حصريات أخرى وتصريحات أخرى كذلك. تهلاو في روحكم وفي الناس اللي تحبهم بزاف بزاف. باي.